احمد الشيخ، احمد الشيخ دوره تحديدا كان في الدور الدفاعي، يعني محمد هاني كان عليه شغل كبير جدا من احمد رفعت في الشوط الاول، ولكن عوده احمد الشيخ، احمد الشيخ النهارده ارقامه ان هو اكتر لاعب قطع الكره في الرباعي الامامي، فبالتالي كان واخد تعليمات باداء الدور الدفاعي كبير جدا. يعني لو استعرضنا ارقام احمد الشيخ هنلاقي ان هو هنقول ميزته وهنقول سلبيته، الايجابيه والسلبيه بتاعت احمد الشيخ. الايجابيه ان انت بتتكلم ان هو اكتر لاعب عمل محاولات على المرمى، اكتر لاعب راح على الجون، عمل 3 محاولات منهم واحده صح. كمان الدور الدفاعي بتاعه اكتر لاعب قطع الكوره في الرباعي الامامي 8 مرات. لكن السلبيه في احمد الشيخ ايه في ال 64 دقيقه اللي لعبها؟ هي التمريرات الخاطئه. التمريرات خاطئه كتير، 7 تمريرات خاطئه، نسبه دقه تمريراته كانت 63%، يعني ما كانش في اعتناء نوعا ما بالتمريرات. فدي الايجابيه والسلبيه. الايجابيه زي ما قلت لحضرتك احرز هدف، كان نقطه التحول، اكتر واحد راح على الجون، عمل محاولات، قام بدور دفاع محترم جدا. ولكن السلبيه هنا ان ما كانش في اعتناء في دقه التمريرات، وصلت ل 63%. ولكن مكسب كبير ان احمد الشيخ على فكره ده الهدف رقم 11 ليه مع النادي الاهلي، جاي برضو ده المباراه الثانيه على التوالي بياخدها، ومكسب الراجل وثق فيه بعد اصابه رمضان صبحي بيلعب احمد الشيخ وحسين الشحات، وثق فيه وبيديله وبيسجل اهداف. نيجي برضو لظهيراي الجنب، ظهيراي الجنب معلول ومحمد